الله يطول بعمارهم شيوخنا ما شاء الله عليهم تبارك الله. ربي يحفظهم شيوخنا طبعا، ومثل ما طبعا نحن اكيد اسعد شعب كما كنا اسعد أكيد. شعب يعني، ونحن في التقرير اللي قبله كان عن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ان الله. هم يشاركون الدوله في كل شيء، شعبهم موجودين صحيح. هم بنفسهم يهنون قبل لا توصلهم التهاني، بعد اكثر عن شيء شنو بس هاي اسادتنا بس زود بعد ما شاء الله تبارك الرحمن. نطلع معاهم شو رايك؟ ودينا وين بتسيرين اليوم؟ بوديك وايد اماكن، اركب انت بس السياره. طبعا دوله الامارات تقف دائما مع الشقيق والصديق اثناء الكوارث والملمات، وهذا ليس غريبا على شعب الامارات الذي تعلم الايثار والتضحيه من القائد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه. خلينا نتابع هذا التقرير نشوفه ورد لكم مره ثانيه. يا شام هذا الدفء ملء اكفنا والأرض تبكي والمكفكف دمعنا. هدفنا أن تكون الإمارات العاصمة الإنسانية والإغاثية الأولى عالميا، هذه وصية زايد ونهج خليفة ورسالة شعب الإمارات للعالم. هذه كانت تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في الشهر الأول من هذه السنة، ليحث فيها كافة المؤسسات الخيرية وعامة الشعب على المضي قدما والسير على هذا المنهج. وفعلا شهدت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الحملات الاجتماعية وحملات الإغاثة للهلال الأحمر الإماراتي في مختلف البلدان، ومن أبرزها نذكر هاشتاغ عاصفة الهدى، أيضا هاشتاغ تراحموا، وهاشتاغ مبادرة الإمارات لدعم الأيتام والقصر. أيضا انتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو لزيارات أصحاب السمو والمبادرات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ودور رعاية الأيتام وعمليات إغاثية وتقديم المساعدات من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، حتى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله نشر على صفحته تغريدة قال فيها: بلغت مساعدات الإمارات حوالي 5 مليارات دولار في عام 2014 حسب إحصائيات المنظمة. الإمارات اليوم هي عاصمة الإنسانية ومحطة غوث ودعم للصديق والشقيق، ولأنه لم يدخر أحد جهدا للسير على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، فقد احتلت دولة الإمارات المركز الأول في قيمة المساعدات الرسمية بالنسبة للدخل القومي، وذلك للسنة الثانية على التوالي. طلع في كل قمر بين المزن يا ابو ظبي فتان، من علوك قربتي له وجت قمراك مختلفه ومزنك يا العزيزه، كنه مبخر من الغدران ما كنه من بحر مثل المزن يا عذبه الرشفه، مضرك في ضلاله بعض الاحرف تظلم القيفان بكيفه من وفى مع حرفه ومن خان مع حرفه، هذا انتي سابعة سبع عزاز بوجه أبو سلطان، فعل يلحق فعل والمجد من قدامه وخلفه، نشوفه لين متسامح ويشوفه اللي خان، غضيب غاضب متصر من ما كنه يعرفه،
نشوفه لين متسامح ويشوفه اللي خان غضيب غاضب متصرم ما كنه يعرفه فخر بيت توحد في ذراه سابقه لزمان فخر واخوان شمى بكسب طيب المجد من عرفه كرام لينين من السماحه بالزمن لا لا نشداد لو يجور الوقت ما حبه على كتفه اكرام لينين من السماحه بالزمن لا لان شداد لو يجور الوقت ما حبوا على كتفه حفظك الله كثر ما تنفس من الضوء فيك اغصان ويرحم من غرسك ويرحم من غرسك وجعل عين الحسد من طرفه وعساه يدوم عزك يا من يطل القمر فتان عليك وفيك من علوك بدت قمراه مختلفة عليك وفيك من علوك بدت قمراه مختلفة. ما شاء الله عليها البنية تبارك الرحمن يمكن أول مرة أسمعها بس جميل صوتها تبارك الرحمن إماراتي في السماء طبعا إذا ما تكلمتي عن الإمارات لابد أصوات تكون جميلة أكيد أنا تمنيت نفسي بالون على فكرة عشان أطي صب صب برج خليفة بعيد عن الزحمة بعيد عن الزحمة وفي الهواء الطارق وبروحك ورايح عند أطول برج في العالم بعد شو تبع إن شاء الله العام عبد الله تعرف شو صار معي يعني عن الأجواء اللي أنا شفتها والكليب اللي شفناه قبل ما شاء الله وسيارة وطالعين كذي زينت السيارة وما خليت رسمة طال عمرك ما حطيت عليها جيت بوصل المسيره واقف السيد وصلت في الليل بضبي يعني لا تهنيت في الزينه لا تهنيت في الطريق طول الطريق بس اسمع طوطو بس طوطو بس لا تهنيت فيها. المشاركات اليوم كانت وايد ما شاء الله والاحتفاليات كانت كبيره عندي صوره هنا لتجسيد لبطولات ابنائنا الشهداء طبعا للقوات المسلحه لابناء دوله الامارات اطفال يمثلون يا حياتي ما شاء الله جميله صوره جدا ما شاء الله ما شاء الله شوف هذا اللي تحت اللي منخش هذا تشوفه ايه. هذا ودي عضه هذا ايه بس ما شاء الله عليه بس عيبني اللي قدامه لو تلاحظينهم يطخون بعض النشال على بعض ما شاء الله عليه ربي يحفظهم يوم يعني الاطفال متواجدون تحسين في صدق في فطره جميله جدا يوم يؤدون شيء يكون فيه جماليه خاصه بهم اكيد طبعا طبعا شوفي احنا يمكن تكلمنا اليوم عن اسعد شعب أكيد. ويوم دوم نتكلم عن أسعد شعب نتكلم عن نفسنا أكيد طبعا نتكلم عن قيادة سبحان الله ربما أحب دولة الإمارات فيها هذه القيادة قدمت كل ما هو ممكن لأن هذا الشعب يبقى سعيد أكيد. ويوم نتكلم نحن عن الشعب ما نتكلم عن أبناء دولة الإمارات فقط إنما نتكلم عن كل ما هو يعني موجود في دولة الإمارات حتى كل من يزور الإمارات كل من يزور دولة الإمارات يتفاجأ بسعادة أبنائها بسعادة الناس اللي موجودين فيها طبعاً بوجود البسمة إن طبعاً موجودين من كل أنحاء العالم نحن الناس موجودة عندنا إن كان في دولة الإمارات إن كان في دبي ولا في عمان ولا في أبوظبي ولا في أي إمارة من إمارات الدولة تحصلها موجودين عندنا لأن فعلاً يعني بدون ما نعطيكم الوصفات اللي بيننا وبينكم بس إن شاء الله تبارك الرحمن كلهم يمدحوننا إن نحن يعني إن كان في العمارة إن كان في التكنولوجيا إن كان في التقدم إن كان في أي شيء الحمد لله نحن يعني وصلنا العالمية الحمد لله شو تبين أجمل من أخواننا المقيمين عندنا في دولة الإمارات تخبرينهم يعني الإجازة السنوية بدال ما هم يروحون على عيالهم يحضرون عيالهم هني في الدولة صحيح هي سبحان الله يعني هذا بحد ذاته يعني جزء من الولاء جزء طبعاً. من حب هذه الأرض يوم أنت تحبين مكان تحبين عيالك يتواجدون فيه تحبين عيالك أن يشوفونه تحبين عيالك أن يتعلمون من ما هو حاصل في هذه البلاد ويعرفون عنه أكيد يعني حالات لما تشوف يعني الأجانب يمون عنه تحصل ما شاء الله لابس الحمدانية لافنها لابس الكندورة حتى لو هو ما يخصه فيه يمكن مو لاقي عليه بس يلبس الكندورة يعني خلاص يقولك حبيت البلد حبيت تراث فحبيت أعرف شو هو شو معنات كندورة شو معنات سفرة شو معنات تمر شو معنات دلة فتحصل ماخذين عاداتنا مش ماخذينها إنه يعني يسوونها أو عايشين عليها ياخذون إنه يتقلدون فيها أو يسوونها حبا فيها حبا طبعا خوش عبد الله طلع سيارته ولا السالفة والله ما طلعت سيارته عبد الله يديك يا عبد الله بس زينها والله زينته حلوه مسكين قهرني يلا ما عليك يلا ما علي. لا بس هو المشكله شوفي ان هاي يعني المشكله اني انا نصحت انه يا عبد الله نصحته قلت له لا تظهر شيء ترى هناك بيحزون السيايير وكنت اقول حق مشاهدينا انه في لين اليوم ولين باكر بتستمر انه بيكون في ساحه للحجز عند فندق هيلتون في ابو ظبي قدام الكورنيش فقط للسيايير اللي بتكون مخالفه او اللي بيسوون ازعاج للجمهور اللي بيكونوا موجودين طبعا ما زلنا طبعا يديكم مشاهدينا يعني استمتعوا لكن برقي خلنا الصوره هاي الحلوه ننقلها لكن بطريقه راقيه طبعا من خلال هالصوره ايضا احب ان اوجه طبعا دعمنا وحبنا و وانتظارنا لان احنا نرى عيالنا في الجبهه في اليمن نقول معاش اتحاد اماراتنا تضامن وياهم طبعا هذه الصوره الجميله لقواتنا المسلحه ودوله الامارات وعلم دوله الامارات وروح الاتحاد ننقلها لكم من هنا من قناه الظفره في فرحه الامارات.
مشاهدينا، طبعا دولة الإمارات دعمت القضية الفلسطينية ووقفت مواقف مشرفة مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وساهمت أيضا مساهمات كثيرة سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو المادية وحتى المعنوية. المزيد عن هذا الأمر في هذا التقرير. يعتبر الدعم الإماراتي لقضية الشعب الفلسطيني جانب من جوانب الدعم لقضايا العرب بشكل عام، وهذا ما يجعل صورة الإمارات ناصعة لدى كل العرب وعنوانا لكل ما هو خير وأصيل. فالموقف الإماراتي الثابت من القضية الفلسطينية تمثل في تكشف الكثير من المواقف الداعمة، ومنها خلال ترأس دولة الإمارات لأعمال الاجتماع التشاوري بمجلس الجامعة العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة لمناقشة القضية الفلسطينية ووضع آلية للتحرك المستقبلي، سواء كان عن طريق مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتؤكد أهمية وضع حد للأعمال الاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ومحاسبة القيادات الإسرائيلية على انتهاكاتها. هذه المواقف تتسم بروح الأصالة وتعبر عن وعي عربي عميق رسخه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه، وتضيف إليه وتدعمه قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله، لتؤكد أن موقف الإمارات سوف يظل ثابتا في دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين للحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وأن الدولة سوف تقف إلى جانب الجهود العربية والدولية الرامية إلى فتح الأبواب أمام حل عادل وتسوية شاملة للقضية الفلسطينية، وتدعم أي مسعى يهدف إلى تحقيق تقدم لعملية السلام. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية الإماراتية التي بدت واضحة أيضا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال لقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف لبحث التطورات المعنية بجوانب القضية الفلسطينية بما فيها التطورات الأخيرة في مدينة القدس الشرقية، وأيضا المتصلة بمستجدات الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمحاولة إعادة استئناف العملية السياسية في إطار حل الدولتين. كما وتطرق الجانبان خلال اللقاء للوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة وما توصلت إليه الآلية المؤقتة لإعادة إعمار القطاع في ظل نقص التمويل. كما وأبدت دولة الإمارات العربية المتحدة قلقها الشديد من فشل مجلس الأمن الدولي في تبني القرار الذي طرحته المجموعة العربية بشأن وضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، حيث قالت السفيرة لانا زكي نسيب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن من خلال رفضه للقرار يتخلى عن مسؤولياته الدولية تجاه حفظ السلام والأمن في المنطقة، ويطيل احتلالا ظالما يتنافى مع القرارات الدولية التي أصدر المجلس نفسه، ويفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيش في ظلها الشعب الفلسطيني منذ عقود، وأن هذا الفشل يتزامن مع غياب أفق الحل السياسي في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وسياسته القائمة على تقويض حل الدولتين عبر منهجية بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. شرفت والمعنى بعيد المحاذيف، وثبت لين الله عرض بك على الشوف، راسي تقادح شعر قاف وتوصيف، بدعا على المشهاه فردي ومردوف، في شف دار دون هالروح والسيف، وعيال للعيال من الجو قاصوف،
طوعن لبو سلطان من دون تصنيف شوابنا شبان برقن وعصوف طوعن لبو سلطان من دون تصنيف شوابنا شبان برقن وعصوف يوقف ونوقف ما الروز المواقيف يشرب طارف عين ونلبي صفوف لأنه أبونا وانبدأ للملا ريف بشته ملاذ المنغبن مزبن الخوف لأنه أبونا وانبدأ للملا ريف بشته ملاذ المنغبن مزبن الخوف يمناه سحب عقب ماها نفانيف تبهج فواد اللي من الهم مشظوف ويسراه مضربها ينوش السراجيف لكن عفوه عن معاديه معروف ويا ابوي وزهلها عليه ونسيت في موقف من هول ما فيه معيوف افدى ثرى ورقى نبى كل تشريف ونومس المعنى على مده الشوف. إنسان الإنسان إذا سمع صوت أخيه لازم يتحمس لصوت أخيه يتحمس للثيبة يتحمس للعانة يتحمس للموقف الغانم للمعالي للشهامة. حد من الشباب إذا دعيناه إلى أشغال هو جاي بشهادة توه طالع بشهادته وقلنا له سر وخبرنا البنك أن هذا يأينكم واحد من الشباب عنده شهادته وظفوه عندكم إذا يبي يوظفونه على قدر شهادته قال لا أبا نائب مدير. يا ريال أنت اشتغل أنت حين تبى توصل هذه السيارة بلية ماشي هايش السيارة بينك وبينه ماشي 30 خطوة أنت مشي وجف هني وخط ومشي وتوصل وهذا ما يقدر يحرمك وأن حرمك هذا اللي أنت متوظف عنده الثاني ما بحرم منك ما يشتوي حقك بيعطونك إياه لا أعطوني مدير ولا نائب مدير. كثيرين طلبوا منا وردوا عقب ما أمرناهم يشيلون يتوظفون وأمرناهم بالوظائف حتى في الدوائر الحكومية ولا جبلوا الوظيفة على سبب الراتب. الحين ما عندهم وظيفة ما عندهم شيء أبدا ولا بيديهم شيء. اللي بعدتهم اللي يهو ياهم إيه ترقوا وراحوا وهذه إلهم باجين على ما قال. هذا التراث كالخط العربي وكالمقتنيات الإسلامية ومجال الاختراعات كذلك العربية كلها شواهد على ارتقاء هذه الأمة التي الآن تتناهشها السقاط واللقاط والذين يرمونها بالحجر وبالأوساخ.
هذا مشاهدينا طبعا مثل ما شفنا نحن هذه الهاجيز في دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة دائما. ريم بنروح بضبي اليوم إن شاء الله. طبعا مستمرة حول الدولة في وايد فعاليات، بس نحن خلنا نبدأ معاكم من بضبي لأن مازالت مستمرة. خلنا ننتقل وياكم نشوف الفعاليات اللي هناك ونرد لكم مرة ثانية. خلنا نشوف شو صاير في بضبي. الله هل مدينة زايدة رياضية ظنتي؟ لا ما أعتقد. شوف القطار هذا هو مشكوك في أمره ما يقدر وين. طبعا العيالة يولو ما شاء الله شباب أجواء جميلة طبعا. ويعني شوف طلعت مدينة زايدة رياضية. مدينة زايدة ما شاء الله عليهم. يعني شوف والله الأضواء والتنظيم مو متأكد صراحة هي مدينة زايد ولا لا. الحين بنتأكد لأن في كل مكان عندك في حديقة المشرف ما شاء الله الحديقة الجديدة عدلوها وايد موجودين في حديقة المشرف الجديدة. عندنا في مدينة زايد في احتفالات، في عندك في ياس في احتفالات، كرنيش بضبي في احتفالات، مذيعين موجودين كل مكان. الحين نعرف انهم في بضبي. هاي طلعت معانا مفاجأة ما قالوا لنا المكان بس في بضبي. اكيد الحين بنعرف وين المكان، بس الله يدوم الافراح يا ربي في كل انحاء الدولة يا رب. امين يا رب. جميلة جدا. يلا ريم بعدين تقول لي بتأخرين ولا ما توصلين بسرعة؟ ما بوصل خلاص. انا الحين بعيش ويا الاجواء هني خلاص. بالعكس صدقني يعني انا عبد الله كلي سرور وكلي فرحه بمجرد اني انا اقدر لو جزء ما يقدر جزء اني انقل يعني شو ياس يدور حول دولتي من الفرحه هذه. احس اني انا ساهمت فيها حتى لو شوف شوف قصر الامارات في دوحه ولا اجمل. اضيعونا ترى ما عرفنا المكان. او يمكن التصوير قاعد يبدلنا من كاميرا لكاميرا. هي لو جاب القمر شويه كنا عرفنا من وين. ما شاء الله تبارك الرحمن. طاعة التنظيم والوليدات والأضواء والعيالة ما شاء الله تبارك الرحمن. أجواء جدا رائعة. الله يدوم الأفراح إلى جبلان يا ربي ويبقى علمك دائما مرفوع في العلالي المرفرف في سماء الإمارات. يعني اللهم قل له بإذن الله من وصايا الشيخ زايد ربي يرحمه إن شاء الله أن البقاء هو أيضا العودة إلى التراث القديم، دائما الإبقاء عليه لأنه هو يشدنا ويشد من رحالنا لمستقبل دائما. فلذلك نحن نشوف في الاحتفالات كل شيء موجود عندنا يتعلق بالماضي قبل ما يتكلم عن الحاضر. يعني جد عبد الله كيف ما نفخر نحن دولتنا وشيوخنا اللي قبل تعبوا كل التعب وتحدوا كل التحديات والظروف والقهر وكل الأجواء لين ما وصلنا نحن اليوم في إذن دولة الإمارات أنه يعلى في العلالي. نعم تخيل. نصر الإمارات الجاية طبعا بألوان يعني علمنا غالي. خلنا المشاهدين يسمعون يشوفون ويانا نحن بنسكت عليهم شوي. ما شاء الله عليهم الاحتفالات طبعا ذاهبه في الامارات. انا دخلت شويه على فرسان الامارات وبغينا نشوف شو محضرين لنا اليوم، شو مجهزين لنا. عندي شيء على الانستغرام عندي هي خلينا نشوف من الاتحاد. الكل يحتفل ربي يحفظهم ما شاء الله. بكل مكان تحصل تدخل في مواقع التواصل الاجتماعي كل مكان بتحصل الصور مساهمه ان كان في انستغرام او في تويتر او في الفيسبوك. كلهم ياسين ساهمون ينقلون الصور اللي موجوده في الفعاليات اللي موجوده حول الدوله. ما شاء الله عليكم ما تقصرون. اي طرشون كذي تفاعلوا معنا. طبعا اكيد بعد نحن عندنا المسابقه اللي كانت موجوده ويانا فيها الصور ان شاء الله قريب بنخبركم عن اسماء الفائزين اللي كانوا معنا في خلال المسابقه هذه. ما شاء الله تبارك الرحمن. التفاعل ريم اليوم ما وقف بس على الإمارات وإنما من كافة دول العربية. في تفاعلات هناك، في أوريدي احتفالات موجودة هناك ما شاء الله، في تجمعات وفي يعني إذا ما دل هذا ما يدل إلا على محبة دولة الإمارات. هل دولة الإمارات لأن دولة الحمد لله تستاهل كل خير يعني أكيد الحمد لله.
بعد كنت بتشوف الحين هاي يعني الأوجه اللي أنت تكلمت فيها سوف تطبق لما تبدأ المسيرة ويبدأ إن شاء الله طارق ينقلنا الأجواء اللي موجودة في أبوظبي وتشوف كل الشرائح اللي موجودة اللي بيترقصون واللي بيلون واللي ما يخصهم في الموضوع بعد داخلين معاهم هني فعلا يثبتون حبهم لبلاد أنا ياسين يشاركون فرحتنا معهم مش فاهمين شو السالفة. لو تذكرين في أحد الفيديوهات كان اللي هو كان أرزف لها أرزف لها طبعا كان جميل جدا يعني الكل كان مشارك فيه كل الجنسيات يمكن نعم كانوا متواجدين صغير وكبير شاركوا في هذا الحدث الجميل. أنا ما أدري ليش تستهويني الصور اللي هي تكون فيها في الجو هاي صورة في حد طيار في عيلتكم؟ هاي في كلبة اللي هو مشاركة أيضا واحتفالية في 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 كلبة ما شاء الله. هذا دعم لانك انت مرتقي بفكرك عبد الله فاكيد ما طالع الا الطائرات والسماء يعني العليا. هذه يمدحونها هذه يعني؟ طبعا اكيد طبعا اكيد. طبعا انا كنت اكلمك قبل شويه عن الشيخ زايد الله يرحمه ذكر دائما ان الحفاظ وابقاء دائما ودعم تراثنا القديم. دائما كان يشد عليهم ان لازم تراثنا يتم حي، لازم تعلمون لاجيالكم، لازم تعلمونه لاطفالكم، لازم يتم موجود حي يعني انا موجود بينكم كني انا موجود وهالشيء لازم يطبق على يعني الاجيال القادمه اللي مستويه. وهذا دليل الحمد لله ان احنا عندنا وايد برامج الحمد لله تراثيه وعندنا وايد اماكن ان كانت نوادي تراثيه ان كانت اماكن وقلاع وتاريخ بعدها حي وياس يجدد ويرمم من اول ويديد كقلاع العين اخر فتره ما شاء الله جددوها وفتحوها كمعلم من معالم تراثيه موجوده في الامارات لجل الناس تعرف تاريخ الامارات المجيد طبعا من ايام من ايام بدايه الاتحاد وبدايه ما كان الله يرحمه الشيخ زايد كيف عاش وين يلس وكيف عاداتهم وتقاليدهم الى اخره. طبعا يعني هذا اذا ما يعني اول شيء انا الشيخ خليفه الله يحفظه راس الدوله الله يحفظه ان شاء الله يربيه يعني اكد على هذا الامر وفتحوا مراكز تراثيه واللي ماسك المراكز التراثيه شيوخ نفسهم يعني حتى من منظرهم هم يعرفون حكمه الاب الروحي زايد الله يرحمه على اساس شو الهدف من هذه الاماكن شو الاسباب ان احنا نبقي على هذه الاماكن. وايضا في كلمته امس سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد اكد على هذا الامر ان الموروث التراثي شيء هام جدا بانه يكون موجود ويبقى حي الى الابد لان عندما يعلم ابنائنا ما مر به ابائهم بيتعلمون اكيد وبيقدرون وبيحسون ايش قد تعبوا لما وصلوا لهني، ايش قد المعاناه، ايش قد تحدوا ظروف وتحديات لما وصلت ان اسم دوله الامارات توصل لهني، فلابد ليردون على التراث مثل ما قال الله يرحمه الشيخ زايد اللي ما له اول ما له تالي، فاساسنا نحن الماضي واساسنا نحن تراثنا طبعا ما له غنى عنه، وهذا ما يكفي طبعا عبد الله، بعد الاهل والاباء لهم دور في تعليم هالشيء من اساس المنزل، لا تكفي المراكز الخارجيه، لازم يكون من اساس البيت الى الخارج هو اساس كل شيء. نعم. مثل ما نحن علمونا حب وطننا ونحن صغار بعد لازم يعلمونهم تراثهم والسنع لان السنع ما ينشر طبعا السنع طبعًا. اللي هو عادات وتقاليد ان كان في ميالس الريايل ان كان سنع البنات لبسهم كلامهم متى يسكتون متى يتكلمون طبعا تختلف وايد اشياء في العادات والتقاليد ومن منطقه لمنطقه ومن اماره لاماره لكن يبقى تراثنا لازم ان يعلم لاجيالنا والله يديم طبعا الامن والامان ويديم ان شاء الله عنا تراثنا بعد وما يغير علينا اكيد موسوعه ريم ما شاء الله برد الحين برد طبعًا خلنا بس نوه طبعا نحن يعني الأكيد الفعاليات مستمرة ولحن بعد دقائق إن شاء الله بننتقل وياكم على أبوظبي لنقل حي للفعاليات اللي حاصلة الآن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ربي يحفظها دار الظبي آمين. برد شوية على الفرسان يعني يرسى أشوف أمر بين الصور وهاي الصورة طبعا فرسان الإمارات مجهزينها هي جمعت الإمارات في لوحة فنية واحدة وأيضا بما أنهم فرسان الإمارات فلذلك امتطوا خيولهم وكانوا في تواجدوا في هذه الصورة شوفهم مخرجنا نشوف هاي مخرجنا أنا كونكت ولا لا أنا مش كونكت أنت مش كونكت طبعا عبد الله نحن تفصلنا دقائق بسيطه طبعا على الاحتفالات اللي بتكون موجوده الرسمي في ابو ظبي وان شاء الله انه بننقلها طبعا حي ومباشره بتشوفونه وان شاء الله انكم تستمتعوا فيه دقائق ان شاء الله ونكون مباشره بسنة. هناك برد مره ثانيه على اقوال القائد ووصايا الاب الوالد نعم. قال في احد وصايا جزء من الوصيه الارض طواعيه الرجال الله يعني هاي روحها حكمه نعم يعني روحها مقوله الواحد يمشي عليها كدستور ما شاء الله تبارك الرحمن شفتها حتى كان النصائح اللي كان يقولها من كم من سنة يمكن قبل الواحد لا يعرفها يوم يتكلم يقول لك
الولد إن كان جايب شهادة أو إن كان جايب علامة معينة ويجي بيشتغل اشتغل صح. امشي السيارة وصبر. موجودة هني وصبر. السيارة عندك امشي 30 خطوة هاي بنها كتاب خلنا بناخذها إن شاء الله عقب إن شاء الله. أول شيء الحين مشاهدينا يعني وصلنا للفعاليات المستمرة بنتابع جانب من هذه الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني في الإمارات طبعا وهذا هو الاحتفال الرسمي لليوم الوطني 44 نأخذكم لهناك ونشوفكم عقب الأخبار.